لغات العالم. مش هيرجع حسني مبارك. انت يا عامل ايه اخبارك؟ مش هيرجع حسني مبارك. تأكد النهارده كانت واقفة تنظمها الاشتراكيين السعوديين ضد الإفراج عن المجرم محمد حسني مبارك اللي مطالب بإعدامه على جرائم بيأدي شباب الثورة المصرية وجرائم الفساد على مدار 30 سنة من حكمه لمصر. احنا النهارده بنشوف انه جهاز الدولة وعلى رأسه مؤسسة عسكرية يقودوا ثورة مضادة شاملة، إعادة دولة مبارك إلى ما كانت عليه حتى بنفس شخصها القديمة. النهارده رسالة واضحة لمؤسسة القمع في هذا البلد انه الشاهدين السوريين وشباب ثورة 25 يناير مستمرين في الميادين، لن يرهبهم اي قمع او قتل حتى تحقيق مطالب واهداف الثورة المصرية. بنشوف انه يعني حان الان انه جماهير ثورة 25 يناير ومجموعاتها الثورية تعود مرة أخرى إلى الشارع للاحتجاج على عودة الدولة الروسية العسكرية مرة أخرى المعادية بشكل كبير لثورة 25 يناير. تقول عددنا قليل، اوعى تقول عددنا قليل، كل واحد فينا شيكا، كل واحد فينا شيكا، وشيكا بيساوي مليون، وشيكا بيساوي مليون. زي ما طردنا طنطاوي، زي ما يسكت كل مبارك، يسكت يسكت كل مبارك. محمد مرسي بح خلاص، محمد مرسي بح خلاص. قل لي يا مصري فين القصاص، قل لي يا مصري فين القصاص. مطلبنا لسه ثابت، مطلبنا لسه ثابت. هو بالنسبة للمواجهة اللي بتحصل ما بين المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين لا يجب أن تمنعنا من النزول إلى الشارع ورفع المطالب بالقوة، لأنه المراد إنه شعار الآن يبقى لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ويتم هدم مكتسبات الثورة المصرية بشكل كامل. إذا كان في مذابح النهاردة ترتكب في حق الإخوان المسلمين فإن هدفها الأساسي هو إرهاب جماهير الثورة المصرية وتخويفها، وفي نفس الوقت إعادة دولة مبارك تحت السيطرة من الدخان من دخان المعركة القائمة ما بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين. أسقط أصلي